تقول لي أخت أصيبت بمرض وزال هذا المرض بعد فترة من العلاج، وتقدم لخطبتها خاطب، فهل يجوز لي ألا أذكر أنها كانت مريضة علما بأن الأطباء أقروا بشفائها؟ إذا شفيت شفاء يرجى ألا يعود المرض فلا يلزمك أن تخبر به، وأما إذا كان ليعاودها المرض بين حين وآخر لا بد أن تبين هذا. نعم.